شعبه عقلي كله متجي معاها هي اللي نلت ما شاء الله في وينيا ما شاء الله الله يرحمها ويوسع عليها ودعوا معها ودعوا مع الجميع. كانت عالمة وحضرنا في التكريم ديالها والان كنحضروا في التأذين. الله يصبركم كذلك. اذا معنا من عائلة المرحومة ديالنا فقدناها معها بزاف مسخيناش بها والله يرحمها والله يوليها برحمة الله. مشات في هذا الشهر المبارك تنطلب الله المغفرة لها والله يسبقعنا لها مسلمين. هي لا زالت معنا لانها تركت علما وتركت يعني الناس اللي فقدناها بالجسد ديالها ولكن ما زالت حيه بالعلم ديالها وكلشي داكشي غادي يبقى لها هذيك ان شاء الله كلها في القبر ديالها. انا خالتي كانت عالمه في المغرب وخارج المغرب ولكن مازال عليها لان عندي مازال حيه. انا خالتي مازال عندي انا حيه ما ماتش خالتي كانت هي حياتي كلها انا خالتي داكشي وكانت عالمه وداك العلم اللي كانت عندها ما شفت مع حتى شي الله يرحمها ويوسع عليها نقول على خالتي حاجه باهية قطبي الله يرحمها والله يوسع مدخلها. كانت سيده كتبغينا وكتحبنا وكتبغي العلم وكتفقه الناس الله يرحمها ويوسع عليها. شنو اللي غادي نقدر نقول ما نلقاوش البديل ديالها. هي انسانه طيبه وروحها مريحه وكتبغي الكبير والصغير وحامله الكتاب الله الله يرحمها ويوسع عليها والله يرزق اهلها الصبر والسلوان الله يرحمها. نعم والعلم ديالها شاهد لها بحضورها في جميع الملتقيات. شاهد لها بجميع الملتقيات الناس كلها كتبغي ولعل التكريم المولوي يعني في عهد المرحوم محمد الخامس لا اكبر دليل وكذلك لحضور وشهادة الجميع الذين كانوا معنا في هذا حفل التأبين. اذا لازلنا في اخذ الابتسامات من عائلة الفقيدة والتي لم تفارقنا لانها تركت علم ينتفع به وكان يعني عائله تدعو لها. الله يرحمها الله يوسع عليها. كانت عالمه وطيبه ونعمه طيبه نعمه 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 الاخت والام والوالده وكل شيء كنا دايرين فيها كل شيء هي كل شيء ديالنا كل شيء هي. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويوسع عليها. انا لله وانا اليه راجعون. وبذلك نختم عفوا لنا كلمه كذلك معنا. الله يرحمها نقول لك انا الله يرحمها. كانت امراه طيبه كانت امراه يعني صديقه الجميع ومن الجميع صديقه الجميع كل شيء كل الناس يدعون يعني افتقدناها بزاف افتقدوها الناس صديقتها عائلتها احبابها اختها بنتها يعني لا اله الا الله ما عندنا من دون ربي بغاها. اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر لله. الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. امين الله يوسع عليها. شكرا. الله يرحم الحاجه راه كانت تعطيني بحال ابنه ديالها ملي كنت صغيره تقريبا في السن ديال ولدي وهي كتهزني وكتفرح بيا بزاف وزاد عليها الدراري صغار وافتقدنا الله يرحمها والله يوسع عليها. الله يخليها بركه ليها وبنتها واختها الله يخليهم لنا الله يخليهم بركه. الاخت ديالها والبنت ديالها ماشي بنت اختها هذيك بنتي هذه ماشي بنت اختي. الله يخليهم الله يخليهم بركه لينا الله يطول لهم العمر الله يجعل ربي يطول لهم العمر ويخليهم بركه. اذا بذلك نختم هذا الحفل التأبين ونتمنى ان نلتقي بكم في مناسبه قادمه بحول الله حول علم المرحومه ونشكر كل القيمين على هذه القاعه ونعتذر عن هذا التاخير. كان معكم موفد جريدة في الحب الجامعة ومثل قناة أخبار الثقافة العالمية من بلدية مكناس في أمان الله. من رموز هذه المدينة
باب رمز من رموز المرأة المسلمة في عصر تكاد فيه نجوم ومصابيح الهدى تضمحل وتنطفي، لا أدري من أين أبدأ وقد عرفتها وأنا تلميذ تدب برجلين وعصا بيضاء خارجة من المسجد الأعظم متجهة في اتجاه لا أدري إلى أين هي ذاهبة إليه، ولكنني حفظت في ذاكرتي وأنا تلميذ في الستينات أن بهية القطبي رحمة الله عليها، ولم أكن أعرف اسمها إلا يوم أن رأيتها مرة أخرى وقد حملت مسؤولية جسيمة، أعلم كل العلم أنني لا أستطيع تحملها ولست أهلا لها، وبالتأكيد ولا أقولها تواضعا. قلت لم أدري اسمها ولا من هي بعد أكثر من 30 سنة أو إن لم تكن 40 سنة كاملة، وقد جاءت مرة أخرى إلى المجلس العلمي تذهب على رجلين بعصا ومتكئ عليه، عرفت من بعد أنها ابنة أختها، فجلست جلسة تدل على وقار العلم وهيبة العلماء العالمات، ولم أكن أعلم أيضا من هي وقد حضرت، حتى نبئت بما نبئت به من طرف من يعلمون عنها ما يعلمون، فجلست إليها أستمع ناصتا متأملا ما تقول، فقالت ما قالت، ثم عاهدت نفسي على أن أعيد الجلوس إليها مرة أخرى، وفعلا جاءت مرة أخرى فاستمعت إليها أيضا، ما استمعت ولكنه في نفس الوقت لم يكن ذلك الاستماع الذي يشفي ما اشتعل واتخذ نارا نادمة أو نارا ندامة على ثروة علمية وكنز من كنوز الذي من الكنوز التي الأمة في أمس الحاجة إليها في شأنها كله، ولا سيما في الشأن النسوي. ندمت أن لم أجلس إليها جلسة وجلسة كما يقول أهل اللغة، أما الجلسة فجلسة التلميذ، وأما الجلسة فتلك التي كان من المفروض أن تستغل فيها الفرصة إلى من رأس من أخمر من قمة الرأس إلى أخمص القدمين كما يقال، تستغرق ما تستطيع أن تستغرق وتغرق ما تستطيع أن تغرق داخل ذاكرة ما زالت محتفظة بكل ما يمكن أن تفتخر به أو يفتخر به من يحمل كتاب الله ومن يحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن الكريم وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم حملة كتاب الله من الرجال ومن النساء لا يصيبهم ما قال عنه القرآن الكريم، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، أو كما جاء في سورة التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. رجل من رجالات العلم والمعرفة من أحفاد الشيخ أبي الحسن الندوي كان قد حظي بدرس حسني، كان هو الدرس الثالث من دروس رمضان حاضر الآن، وقد تحدث عن جهود العالمات النساء العالمات
في التربية الروحية في التربية الصوفية، فذكر أن انتقل بنوع من الافتخار، بنوع من الإطناب أيضا كذلك هذه المرأة مما ذكر من النساء العالمات اللواتي كان لهن ما لهن من عقاق في هذه المرحلة التي نعرف فيها نوعا من السطو على روح الإنسان والهيمنة على روح الإنسان وإكساب الجسم إكساب المادة أكثر مما تستحق من العناية، حتى أن هذا الإنسان نسي أن الله سبحانه وتعالى خلقه من جسم وروح، فإذا هو تخلى عن الروح أصاب الجسم من البلى ومن الدود كما يقال ما يصيبها، فإذا بالروح تتلوث بما تلوث به الجسم نظرا لما تصاب به هذه الروح من لوث بغياب تربيتها او بغياب تعليمها بغياب العنايه بها بغياب الاهتمام بها بقدر ما تحتاج هذه الروح من اهتمام. ونحن في وفاه المرحومه بهيه القطبي نسال الله سبحانه وتعالى لها ولعامه المسلمين والمسلمات لابائنا ولاجدادنا ولامهاتنا وابائنا ولكل من غادرنا من هذه الدنيا من هذه الدنيا الى الاخره، نسال الله سبحانه وتعالى واسع الرحمات
كما ذكر السيد قبل قليل. ولكن العبرة عندما نتحدث اليوم عن علم وعن هرم بصيغة مؤلمة، فنحن في حقيقة الأمر نبحث عن رموز للاقتداء. أيها الأحباب الكرام، إخواني أخواتي، إن حضورنا اليوم هو يجسد رسائل عديدة. ليس الغرض عندنا هو أن نحيي ذكرى وفاتها طبعا، ولكننا نريد أن نعي وأن نبصر لأبنائنا وبناتنا أنه بيننا وبين أسوارهم هذه المدينة العتيقة أحلام، شوارع، كبار، أهرام، لكننا لا نعلمهم، أو أننا قد نعلم بعض قدرهم لكن لا نعلم كل قدرهم. فتخوفنا الكلمات عن وصف ما يجب بخاطرنا. اليوم نقف وقفة صمت لنقول هكذا يفعل بناتنا في صمت وغفلة، ويحتقون بعد جفاف للأمة خير كلا. هكذا رحلت عنا منارة مكناسة الزيتونة وأيقونة المغرب المرحومة العالمة بهية القطبي رحمها الله. من الشيطان الرجيم.
المواطن 24 مايو 2016. اسم الأب الهاشمي بن عمر فيان، واسم الأم حليمة بن سيدي محمد بن حسن، أصلها من الصحراء سبيلة ولا يعيشي. لا أخت واحدة وهي لنا عائشة أطال الله في عمرها. لقد ركزت أتكون مداخلتي حول الضيوف الذين قصدت على يدهم الحاجة بنية رحمه الله حيث بدأت بطلب العلم وفكر القرآن على سن 7 سنوات، وبالعلماء الذين حفظت على يدهم القرآن الفقيه غني عبد الله الغالي الذي درس عليه القرآن، والهاج المختار الذي كان رئيس المجلس العلمي في المسجد الكبير. أريد أن أصحح لكم بعض المعلومة، أن كما كان لسان جامعة القرويين حتى مدينة الجنان كانت لها معهد العلوم الشرعية، وهو الذي الآن يسمى بجامع الدين أو المسجد الأعراف المدينة المدينة القديمة. وكذلك من العلماء الذين درست على يدهم الحاجة القاضي محمد بن أحمد العلوي الذي كتبت على يده القرآن وأعطاها إجازة أو ما يشترط عليه بتعبير الفقهاء والتعبير المتداول خلال الستة، والذي كان في سن 14 سنة. ثم كذلك شيوخ الحاجة كذلك القاضي الحاج محمد السوسي الذي أجازها في الصحيح ودرست على يده علم التوحيد وعلوم الضباط وعلم المنطق. وكذلك بالفقه أخذت على الشيخ الفقيه الزريني حيث حفظت على يده الموطأ وكتاب الخليل ومدونة السنن. على فكرة الحاجة بنية كانت لها سندة فهي لم تأخذ فقط كتاب الموطأ وتحفظها، ولكن كان لها سند شمالة مشافاة عن العلماء. السيدة عائشة قطبي أختها اسمها السيدة عائشة قطبي وابنة أختها السيدة سمية. نعم ابنة أختي، يعني أن المرحومة لم تترك لا أولاد ولا بنات بل لم تتزوج، لأنها خلصت حياتها للعلم والتعليم والتعلم، فكلنا أولادها وبناتها. فتقدم لي العزاء لأسرتها، ولا أعتمد على تقصيرنا في حقها بعدم مجالستها والأخذ من بطون علومها. فأجركم الله سيدتي
تصور